تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير أعزائي المستمعين، صباحكم حب وتفاؤل، صباحكم سعادة وإيجابية في هذا اليوم الجميل وبهذه الأجواء الحلوة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما نور دبي. في هذا البرنامج نفتح أبواب التواصل لجميع مستمعينا ونستقبل جميع مشاركاتكم، جميع اقتراحاتكم وكذلك شكاويكم واللي تسهم في تطوير خدماتنا، وكذلك بنناقش بعض المعلومات أو بعض المواضيع الطبية والصحية اللي تخص المجتمع. أول شيء أحب أرحب بطاقم البرنامج معاي في الإخراج ناصر السليمي، أهلا وسهلا فيك، وفي التنسيق ميرا الغفري، صبحك الله بالخير. وهذه محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي، ومحمود ما زال مسافر، نتمنى له رحلة موفقة ويرجع لنا بالسلامة، وإذا كان يسمعنا الحين نقوله صباحك خير. وياي اليوم بتشاركني في التقديم دكتورة ندى الملا، صباحك نور وسرور دكتورة. صباحك ورد وصباحك جمال يا بدرية، وصباحكم ورد في يوم الثلاثاء الجميل اللي يبعد خطوة واحدة عن الخميس الونيس، الكل حد يترياه وكل حد يحب. الحمد لله اليوم الجو جميل والجو بارد، ثيم الشتاء لا يزال ما شاء الله حاضرا وبقوة. وتوه نقرأ أنا وبدرية أن يوم الخميس فلكيا بيكون بداية فصل الشتاء، فجهزوا الكوتات والدفء والمشاريب الدافئة عشان نبدأ فصل الشتاء، وكوب القهوة الدافئة اللي يطلع من الدخان دائما أنا أقول عنه، فنتدفى ونستعد لفصل الشتاء ونستانس فيه ونطلع في الأماكن المفتوحة. أنا ما في شيء يزعلني غير ما ألاقي الشتاء والناس منخشة في بيوتها. إحنا نتريا الشتاء 11 شهر نتريا فصل الشتاء، فطلعوا خططوا من الحين حق الإجازة وين بيسيرون وين بتتمشون. مو بلازم نسافر عشان نستانس يا جماعة، ترى بلادنا فيها مناطق وايد حلوة وفي فعاليات حلوة وايد بعد الحين. بالضبط، في فعاليات وايد حلوة ومناطق قريبة، يعني أبعد شيء بمشوار بتروحها ساعة لراس الخيمة للفجيرة، روحوا تمشوا غيروا جو، مشوا عيالكم، خلي تنفسون هواء نقي، خلي يطلعون طاقتهم في الهواء الطلق بدل ما نحبسهم داخل البيت أو في أماكن الألعاب المغلقة، فاستانسوا بالجو ونصبح عليكم بالخير في اليوم الجميل. الحمد لله. نذكر بأرقام التواصل دكتورة، أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام مثل ما قالت بدرية. أرقام التواصل هاي عشان تتواصلون معنا، تعطونا ملاحظاتكم، آراءكم، شكاوي، أي شيء تحسوا ممكن يساهم في تحسين القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. وأهم شيء دائما أقول أنا الشكر، إذا حسيتوا أن في موظف مهما كان بسيط قدم خدمة لكم استانستوا عليها، عيبتكم الخدمة، اشكروه على الهواء، لأن فعلا فعلا ما في شيء يسعد هالموظفين البسطاء غير هالشكر لما يوم يحسون والله كأنهم ملكوا الدنيا مع ظروفهم الصعبة ورواتبهم البسيطة، بس كلمة الشكر جدا جدا تؤثر فيهم. فأي حد حاب يشكر أي حد أو عنده ملاحظة يتواصل معنا. شكرا لك دكتورة. دكتور هاي هذا مسج يقول دكتورة أنت تقولين هالكلام وأخرتها بتسافرين، منو بيسافر؟ أنا موجودة في البلاد، أنا ما سافر، إحنا موجودين وكل يوم أصور في السناب، أنا موجودة في البلاد، أنا ما سافر، سياحتي داخلية. هذا الدليل بعد السناب. إنزين، مثل ما تعودنا بداية كل حلقة أن نبدأها بخبر جديد وكذلك بخبر طبي أو دراسة جديدة. الدراسة اليوم تقول أن السيدات الحوامل أحذرن من الواي فاي. كشفت أبحاث جديدة أن الواي فاي والهواتف النقالة تزيد من خطر تعرض النساء للإجهاض بنسبة 50% تقريبا. وتوصل العلماء خلال الدراسات السابقة عن الإشعاع الغير مؤين في المجال المغناطيسي إلى أن الإشعاع يسبب ضغطا على الجسم مما يؤدي إلى ضرر جيني قد يسبب الإجهاض. وأوصت منظمة الصحة العالمية بدراسة إشعاع المجال المغناطيسي لمعرفة مدى تأثيره على الحمل. وقام باحثون من قسم أبحاث كيسر بيرمننتي يقولونها دكتورة انزين في أوكلاند بولاية كاليفورنيا بتحليل بيانات 913 امرأة في مراحل مختلفة من الحمل،
وكان من بين المشاركين في الدراسة من اللي عانوا من الإجهاض سابقا لمرة واحدة على الأقل. وتم قياس التعرض لإشعاع المجال المغناطيسي لدى جميع المشاركات باستخدام عداد إدمكس ليت لمدة 24 ساعة، وقد تم تتبع النتائج طوال فترة حملهن، ووجدت النتائج أن التعرض للإشعاع الشديد يزيد من خطر الإجهاض بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع النساء اللواتي تعرضن لمستوى إشعاعات أدنى. وقال المؤلف الرئيسي الدكتور دي كونلي: توفر لنا هذه الدراسة أدلة على أن تعرض البشر لإشعاع المجال المغناطيسي غير المؤين يمكن أن يكون له آثار بيولوجية سلبية على الصحة. شو تعليقك دكتورة لهذه الدراسة؟ طبعا احنا دائما عند الحوامل نحرص دائما ننصحهم ان ما يتعرضون للإشعاع زيادة عن اللزوم مهما كان نوع الأشعة، سواء كان الأشعة العادية احنا نسويها او أشعة الكهرومغناطيسية والهاتف النقال والواي فاي. في ناس يقول لك زين الواي فاي حوالينا كل مكان، لا، الفكرة وين؟ الفكرة لما خصوصا نصيحة كان نعطيها من قبل، خصوصا خلال النوم، لما احنا ننام والهاتف حذالنا، هذا جدا جدا خطر، لان الهاتف نفسه يصدر موجات مغناطيسية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في دراسات قديمة كانت تقول عن ان لما نكون في منطقة ما فيها تغطية كافية للواي فاي واحنا ما زلنا نحاول نتصل بمواقع التواصل الاجتماعي او بالانترنت، في دراسة كانت تقول ان الهاتف في مثل الحالة يبذل يعني يصدر موجات كهرومغناطيسية اكبر عشان يقدر يعني يتصل بهذا الواي فاي، فكان يحذرون من استخدام الهاتف في هذه الحالة. طبعا الدراسة مو متأكدة كانت صحيحة او لا، بس واحدة من الدراسات اللي طلعت عن مخاطر الهاتف المتحرك. طبعا احنا دائما ابدا دائما نحرص، حتى في صحة وسعادة صورنا كم حلقة تتكلم عن طريقة النوم السليم وعدم وجود الهاتف بجنب الشخص وهو نائم، وهذا يشمل طبعا الحوامل وغير الحوامل، لان لما يكون الهاتف جنبي وانا نائم مثل ما قلت تطلع موجات كهرومغناطيسيه، رقم واحد. رقم اثنين، مو بس تاثير موجات كهرومغناطيسيه، ولكن الاشعاع اللي يطلع اضاءه شاشه الهاتف واحنا نايمين تستقبلها العين حتى وهي مسكره، تعطي اشاره للدماغ ان احتمال صار الصبح. فتلاحظون لما تصحون الصبح انكم ما تكونوا شبعانين النوم او تحسون ان انتم لازلتوا مرهقين، ما تعرفوا شو السبب. السبب الاضاءه اللي تظهر من الهاتف نفسها تعطي اشعار انه ممكن الصباح، فالدماغ يطلع من حاله النوم العميق الى حاله النوم اللي نقول السطحي شويه، بعدين يرجع لمرحله النوم العميق، فممكن يسوي عدم توازن او عدم ثبات في دوره النوم واحنا نايمين خلال الليل. فنحسب يا جماعه من الهواتف النقاله والايباد وغيرها. وكذلك دكتوره مثل ما ذكرتي انه يعني لما ننام لازم يكون المكان جدا مهيئ وما تكون فيه هناك اضاءات، وهاي اضاءات الهاتف تقلل من افراز بعد شو هرمون النوم اللي يصير هرمون النوم، صحيح. فهذا الشيء دائما عشان شيء دائما نقعد احنا نحس بتعبانين، نحس بالارق، مو يعني مو قادرين نرقد عدل بطريقه صحيحه. صحيح. بس انا بس احب انوه الامهات الحوامل ان هالدراسه بين ان ممكن في زياده في خطر الاجهاض مع تعرض اشعه الواي فاي والاشعه الكهرومغناطيسيه اللي تنتج عن الاجهزه النقاله، ولكن مو بسبب رئيسي 100%، ولكن احد الاسباب. فهذه خلينا اول شيء ناخذ حذرنا. رقم اثنين، انا القصد مو القصد من مثل هالدراسات مثلا في امهات او نساء كثير يوسوسون لما نطرح لها الدراسات في الصحه والسعاده تقول لك يعني انا شو اسوي، انا احس ان ينتقلون دراسه انا اخذها شخصيا، يعني الامهات ياخذون شخصيا ويتوترون ويخافون. احنا فقط للفت الانتباه ونشر الوعي عشان وحده تحاسب، خصوصا طبعا هالدراسه اكثر شيء موجهه الانتباه لها للنساء اللي مثلا يعانون مثلا من الاجهاض المتكرر، ممكن ما تعرف شو السبب، ممكن تكون احد الاسباب التعرض للاشعه الكهرومغناطيسية. فبس عشان ناخذ حذرنا وننتبه من هذه الاشياء، وان شاء الله اي وحده حامل الله يسر عليها ان شاء الله وتكمل حملها وتربي طفل معافى تام الخلقه من غير زاته ولا نقصان، ولنا وتحمي ان شاء الله بعد الله يرزقها ان شاء الله. الله يعطيهم يا رب الصحه والعافيه دائما. الحين راح نطلع فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل راح نناقش باقي فقراتكم، فقرات برنامج صحة وسعادة، انتظرونا. صحة وسعادة.
أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين، ورجعنا لكم مرة ثانية بعد الفاصل في برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة نور دبي. إنزين، نحب نذكركم بأرقام التواصل 600551414 وعبر الرسائل النصية 4006، وكذلك موجودين بعد لايف على نور دبي على الإنستغرام. أعزائي المستمعين، مشاركتكم دائما تهمنا، والحين بنتكلم عن فقرة جدا متميزة، مبادرة جميلة، وهاي المبادرة اسمها دبي لعلاج السرطان بسمة. دكتورة ندى، ممكن تعطينا فكرة عن هالمبادرة؟ طبعا أطلقت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي مبادرة دبي لعلاج السرطان بسمة، كأول مبادرة من نوعها على مستوى العالم، تتكفل برعاية وعلاج مرض السرطان عبر منظومة التأمين الصحي، وهو الأمر الذي يساهم بشكل فاعل في تحقيق سعادة المرضى وتعزيز الأمن الصحي في المجتمع. اليوم بنخصص الحلقة للحديث عن المبادرة وأهميتها وشروطها وكل ما يتعلق بها، خاصة أن في الأسبوع الماضي ما أعطيناه الحق الكافي مع الدكتور حيدر يوسف مدير إدارة التمويل الصحي، لأن كان عندنا حجم كبير من الأسئلة اللي كانت تتعلق بموضوع التأمين الصحي بشكل عام. فاليوم راح نركز على المبادرة نفسها وشو أهميتها وشو شروطها وشو الإنجازات اللي تحققت فيها وغيرها. فيصيرنا يكون معنا في الاستوديو الدكتور محمد فرغلي، مسؤول نظم التأمين الطبي في إدارة التمويل الصحي بالهيئة. صباحك الله بالخير دكتور محمد. صباح النور. حياك الله. والدكتورة سارة الدلال، أخصائي خدمات صحية في إدارة التمويل الصحي. صباحك وردي دكتورة سارة. صباح النور، نورتونا في الاستوديو ونشكركم على هالمبادرة الجميلة قلبا وقالبا. أول شيء دكتور محمد نبتدي معك، تعطينا فكرة عامة للناس اللي ما سمعوا بهالمبادرة من قبل أو سمعوا عنها ما عندهم فكرة كافية، شو مبادرة بسمة؟ في الحقيقة مبادرة بسمة هي تمشيا مع رؤية الإمارات 2021 وتحقيق معايير الأجندة الوطنية لأداء المؤشر الوطني لتخفيض معدل وفيات أمراض السرطان. الغرض من المؤشر هو خفض نسبة الوفيات من الإصابة بأمراض السرطان بنسبة 25%، ولتحقيق هذا الهدف تبنت الهيئة ترسيخ مبدأ الكشف المبكر كجزء أساسي من الخطة لضمان التوافق مع الطموح الوطني، والغرض منها تغطية فحوصات الكشف المبكر لثلاث أنواع من السرطانات الأكثر انتشارا، والتي لو استطعنا كشف المبكر للحالات نستطيع أن نقدم العلاج والشفاء بمشيئة الله. السرطانات الثلاثة اللي بتغطيها المبادرة هي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون، والغرض من المبادرة ان احنا نغطي الباقة الأساسية وكل المشمولين بالتأمين في إمارة دبي. ممتاز، فنعطي بس نبذة شو يعني باقة أساسية وشو يعني بيكون في إضافة على الباقة الأساسية ضمن حملة بسمة. الباقة الأساسية هي الباقة اللي أقل في الدفع بالنسبة لمحدود الدخل في الإمارة. الناس اللي هم الراتب بتاعهم أقل من 4000 درهم. في باقة أساسية تشمل حد أقصى للتغطية في حالات السرطان. المبادرة تلغي هذا الحد الأدنى ويصبح تغطية أمراض السرطان بدون حدود، لا محدود، كما أعلن سعادة المدير العام في افتتاح بسمة. ممتاز، يعني المستفيدين من هالمبادرة دكتور كل المغطى بالتأمين، لو استفاد الباقة الأساسية يبقى كل الناس الأعلى من الباقة الأساسية يستطيعوا الاستفادة من التأمين ويستطيعوا الاستفادة من مبادرة السرطان أو مكافحة السرطان، سواء كان مواطن أو مقيم في إمارة دبي. يعني الشرط من الشروط أن استفادة المبادرة دكتور محمد أنه لازم يكون عنده باقة تأمينية أساسية، لازم يكون مؤمن. عارفة حضرتك طبعا أن قانون التأمين إلزامي. صحيح. وأصبح كل الناس في دبي مؤمنين. صحيح. هل الفئات المشمولة لازم تكون فقط ما مثلا غير المواطنين، لازم تكون مثلا إقامتهم على دبي ولا ممكن أي حد في الإمارات؟ لازم يكون إقامته على دبي وتأمينه من دبي. وتأمينه من دبي عشان يكون مشمول من ضمن هالمبادرة. طبعا المبادرة دكتور محمد أنت مشرحت ليها هي تشمل الكشف المبكر عن السرطان، تشمل كذلك العلاج يعني العلاجات المترتبة على تشخيص السرطان أم لا؟ نروح للدكتورة سارة لو حابة تجاوبين على السؤال.
السؤال، فهل تشمل فقط الكشف ولا بعد العلاجات والمتابعة طويلة الأمد لمريض السرطان؟ المبادرة مبادرة بسمة أصلا هي فريدة من نوعها، تقدم الكشف وكل مراحل العلاج اللي يكون مسبوق أو بعد ما يصير حالة الكشف. فالعلاجات ستقدم في مستشفيات الحكومة في دبي، في هيئة الصحة في دبي، منها مستشفى دبي، وهذا بسبب أن المراكز اللي موجودة حاليا في دبي كمستشفى دبي مركز مرموق، وفي كل الاختصاصات اللي تكون اكسبرت او مختصه في علاجات السرطان. صحيح دكتوره، لو سمحت تعطينا بس من الشركاء الاستراتيجيين للهيئه في تنفيذ هذه المبادره؟ نحن في مجموعة من شركات الأدوية وشركات الإنشورنس وشركات التأمين اللي راح تكون موجودة كشركاء استراتيجيين في هذه البرنامج، لأن هالبرنامج لازم يكون متكامل عشان يكون ناجح من الأساس، فلازم يكون كلنا على ون، يعني كلنا نقدم نفس الخدمات لكل حد، ونعرف إن نحن نوصل أكبر شريحة في المستحيل. دكتور محمد، لو في شخص مشخص بالسرطان، واحد من السرطانات اللي ذكرتها هي عنق الرحم، القولون، سرطان الثدي، إذا تم تشخيصه من قبل هو من المؤمنين ضمن الباقة الأساسية، فهل ممكن أنه يشمل ضمن برنامج بسمة ولا لازم يتم التشخيص عن طريق البرنامج نفسه؟ إذا كان مقيم في دبي وتم تشخيصه في دبي وعنده إقامة صالحة في دبي ويشمل بالتأمين، عندنا في خطوات معينة لضمان اشتراك أو استفادة المصاب بالمرض من المبادرة، وهو أولا التوقيع على الكونسنت أو موافقة، الموافقة على أنه يكون ضمن البرنامج. ممتاز. وأول ما يمضي ضمن البرنامج هيكون في Center of Excellency اللي هو مركز الجودة، المتابعة الجودة، فقط مستشفى دبي في الوقت الحالي. ممتاز. إذا كان بيقدر أنه هو يمضي ويتابع في مستشفى دبي، فمن الممكن أن يتابع ويدخل ضمن برنامج بسمة لعلاج السرطان. ممتاز. معروف طبعا ان هو بيمضي حسب شركة التأمين التابعة له، وبعدين بيتابع عن طريق برنامج البيشنت سبورت جروب اللي هو جماعات الدعم، جماعات الدعم للمرضى. صحيح. والمقصود منها 24 ساعة في اليوم متابعة بالنسبة للمرضى المشمولين في مشروع بسمة. ممتاز. دكتور محمد، شو تتوقع، شو الشروط اللي تبغاها من المرضى، او شو متوقع من المريض؟ الحين انتم بتقدمون العلاج والمتابعه، ولكن شو المطلوب من المريض نفسه؟ طبعا المعروف ان علاج السرطان مكلف. صحيح. وان الحد الاعلى للسرطان كان في الباقه الاساسيه 150,000 درهم. اذا كانت علاج سرطان بسمه بدون حدود، فلا بد من التزام المريض، بمعنى ان المريض اذا التزم بالتوقيع للمتابعة في برنامج بسمة لابد من التزامه الكامل في المبادرة. لازم يلتزم التزام كامل، يعني من يدخل معاكم في المبادرة لازم يلتزم بخطة العلاج، لأن طبعا يسوونها ترتيبات وفيها موازنة وغيرها طبيعي. طبعا وفي المتابعة اللي هي 24 ساعة من خلال هيئة الصحة، وبيستطيع ان هو بيتابع مع المريض حيث مواعيده، تأكد من أخذ الأدوية، وكل شيء مقنن حسب بروتوكول موجود ومتفق عليه في هيئة الصحة. ممتاز. احنا بس نذكر بعنوان الحلقة عندنا اليوم، نتكلم عن مبادرة دبي لعلاج السرطان بسمة. معنا في الاستوديو الدكتور محمد فرغلي، مسؤول نظم التأمين الطبي في إدارة التمويل الصحي، ومعانا دكتورة سارة الدلال، أخصائي خدمات صحية في إدارة التمويل الصحي. ونذكركم أرقام التواصل، عندكم أي سؤال حابين تتواصلون معانا على 600-551-1414، ورسالة نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. إذا عندكم أي سؤال لا علاقة بالمبادرة نفسها، أسئلة التأمين، سامحونا ما نقدر ناخذها، ممكن ناخذها تحت الهواء، مين راح تاخذها تحت الهواء وتحول المعنيين، ولكن الأسئلة لا علاقة بمبادرة بسمة نفسها، مثلا شو شروطها، ممكن تكون أنت مريض حاب تنضم للمبادرة، أو شو الأشياء ممكن تستفيد منها من المبادرة، نرحب فيكم على الأرقام التواصل ذكرتها سابقا.
إنزين دكتورة سارة، ممكن تعطينا فكرة عن مراحل تنفيذ هذه المبادرة؟ حاليا احنا بدينا بالمرحلة الأولى، وهي ان ابتدينا بالأمراض اللي تكون او الأمراض السرطان اللي تكون مور كومن او الأكثر انتشارا واللي لديها سبل علشان يكون فيها كشف مبكر. ف على سبيل المثال اذا كان سرطان الثدي في مثلا بعد سن معين تقدر المرأة انها تسوي فحص الماموغرام او الكشف المبكر وتدخل في البروغرام اذا لا سمح الله طلع ان الكشف في شيء بوزيتيف او شيء يعني مؤشر للمرض طلع عندها. في الحالة الأولية احنا قلنا بناخذ أكثر الأمراض انتشارا، وشيء الثاني أن أصلا هذه الأمراض سواء كانت سرطان الثدي أو القولون أو سرطان عنق الرحم في لها علاجات وفي ممكن منها الشفاء إذا عولجت في المراحل الأولية واكتشفت مبكرا. صحيح، ممتاز. تفضل دكتور محمد، حابب تضيف شيء؟ النقطة الأساسية أن احنا بنشجع المؤمن عليهم بالاتجاه للفحص، لأن الفحص المبكر أو المسح الغرض منه أنك بتكتشفي المرض في ناس لا يعانوا من شيء ولا يشتكوا من أي شيء. فالفحص المبكر يعني معناها أن أنا بكتشف الحالات بدري. صحيح. ولما بكتشف الحالة بدري بيبقى في طريقة للعلاج. فمثلا سرطان عنق الرحم نحن نشجع جميع الزوجات من سن 25 لسن 69 انهم يقدروا يروحوا يعملوا الكشف او المسحة اللي هي في اكتشاف المبكر لا قدر الله لسرطان عنق الرحم. صحيح. نفس الشيء. صحيح. بالنسبة للقولون واللي اضافته الدكتورة سارة بالنسبة لسرطان الثدي. صحيح. صحيح. وطبعا دكتور، كشف مبكر عن سرطان عنق الرحم، احنا دائما كنا في اليوم العالمي للكشف عن سرطان عنق الرحم كنا دائما نفت انتباه ان النساء بالعادة تعطي الانتباه لسرطان الثدي وتتناسى سرطان عنق الرحم، يمكن ما اخذ الاهتمام الكافي مع انه واحد من السرطانات للاسف القاتلة للنساء، وممكن يكون دارج ومنتشر جدا والكشف عنه جدا جدا سهل بفحص بسيط. ممكن النساء تسال الحين كيف ممكن يعني سرطان الثدي، وتسال اي امراه كيف تفحصين تقول لك انا اسير اسوي اشعه الماموغرام، ولكن سرطان عنق الرحم ان شاء الله عقب ما نطلع نرد من الفاصل راح نخبر النساء كيف ممكن يسوون الفحص لسرطان عنق الرحم، لانه مثل ما قلنا سرطان جدا مهم. فراح نطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل راح نرجع نكمل باقي فقره برنامجكم صحه وسعاده. صحه وسعاده. رجعنا لكم أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة نور دبي. قبل الفاصل بدينا نتحدث عن فقرة جدا متميزة وهي مبادرة دبي لعلاج السرطان. بسمة عندنا بدرية سؤال على الانستغرام لايف، بس عشان نذكركم بعد بأرقام التواصل لما نطلع السؤال على 600551414 ورسالة نصية على 4006 وبعد على انستغرام لايف نور دبي. نور دبي. انزين دكتورة، ممكن استفسار، وجود كسر في منطقة الفخذ هل ممكن يكون شيء خطر؟ منصور انا يعني أشك إن عندك كسر في منطقة الفخذ وقاعد في البيت وتراسلني على إنستغرام لايف وتسألني إذا كان خطر. يمكن من المستشفى. من المستشفى خلاص عيل وصلت. الكسر أي مكان يا جماعة مو بشيء هين، يعني ما أقولكم يعني في مرضى أحيانا يعني يجون العيادة يكون عندهم شرخ مثلا أو كسر، يكون عندهم كسر ونقول لازم تروحون المستشفى، يقولون ليش دكتورة بنسيب بنربطها. لا يا جماعة، الكسر شيء لا يتهاون فيه. ليش؟ أولا إذا لم يتم الانتباه له وربطه بطريقة صحيحة يستوي التئام غير صحيح للعظم، يعني ممكن ما تسوي العظمة سيدة مرة أخرى، فهذا يأثر على الإثبات رقم واحد. والفخذ يعني الفخذ عظمة طويلة جدا وضخمة، فتحتاج يعني تجبير بطريقة معينة. رقم اثنين، العظم يا جماعة لما نعرفه داخل العظم في خلايا فيها دهون من النخاع، أحيانا تطلع مع الكسور، هذا اللي احنا نخاف منه لما يصير الكسور، تطلع خلية دهنية ولا سمح الله تسوي انسداد في اي مكان من الاماكن، في الجسم، في القلب ممكن تسوي، في الدماغ ممكن تسوي، في واحدة من الاوردة. فاحنا عشان شي ما نتهاون مع الكسر ايا كان صغير كان او كبير. فعلى طول بارك الله فيك يا منصور، اتمنى مثل ما قلت ما تكون في البيت وتراسل تقول في كسر في الفخذ، شل عمرك روح المستشفى، بارك الله فيك وما تشوف شر. وما تشوف شر ان شاء الله. وعندنا سؤال بس على الرسائل قبل ما نرجع لضيوفنا. دكتورة، شو تأثير اشعة اجهزة التفتيش في المطارات على الجنين؟ هالسؤال وايد يجينا من الحوامل اللي بيسافرون. طبعا
أجهزة التفتيش في المطارات شيء يعني شر لا بد منه، كنا لازم نطوف خلاله عشان الأمان والسلامة وتي. كمية الأشعة اللي تعرض لها إن شاء الله مو بكبيرة وايد، وأنتوا تطوفون خلالها مرة واحدة، يعني أنتوا تطوفون خلالها لما تسافرون ولما ترجعون، مو تأثير مو تعرض مستمر وكل يوم. مثلا اللي يشتغلون مثلا في المطار نفسهم الحوامل يشتغلون في المطار، فترة الحمل ننصحهم مثلا إن ما تقعد قريب جهات التفتيش اللي يمرون خلال الناس، أو هي ما تطوف خلالها كل يوم، يعني نحاول نسوي بعضهم بعد بعض التعديلات، لكن أنت تطوف مرة أو مرتين في السنة إن شاء الله ما في ضرر. ونرجع الحين لضيوفنا في الاستوديو، نتكلم عن مبادرة دبي لعلاج السرطان بسمة، ونذكر بضيوفنا عندنا في الاستوديو الدكتور محمد فرغلي مسؤول نظم التأمين الطبي في إدارة التمويل الصحي، والدكتورة سارة أخصائية خدمات صحية في إدارة التمويل الصحي. قبل الفاصل كنا نقول مع دكتور محمد عن كشف مبكر عن عنق سرطان عنق الرحم، وشو أهميته وش كثر هو بسيط، تعطينا معلومة عنه دكتور محمد؟ هو زي ما اتفقنا أن المتزوجات ابتداء من سن 25 سنة يستطيعوا أن يرجعوا المركز التابع له، سواء كان مركز طبي في حكومة دبي أو في القطاع الخاص، عمل مسحة عنق الرحم. موضوع صحيح. بسيط جدا، لا ياخد دقائق، والنتائج بتبقى سبيسيفيك، يعني يعني جدا دقيقة تكون النتائج صحيح، وتحدد الإصابة، لأن الإصابة بيه سهل علاجه جدا. صحيح صحيح دكتور. فننصح الناس ان هم يعملوا الكلام ده امتى؟ يكرروه من سنتين لثلاث سنين لو سنهم من 25 ل49، وبعدين كل خمس سنين من سن 50 ل69 سنة او 65 سنة. صحيح وذكرت بعد طبعا سرطان القولون دكتور. تمام. سرطان القولون ممكن كثير من الناس يفكرون انه فقط للرجال، يعني كثير من النساء تقول لك سرطان القولون لا يصيب الا الرجال، احنا النساء بس عندنا سرطان الثدي وعنق الرحم، فشو تعطي بما نتكلم عن مبادرة السرطان، شو ممكن ننصح الناس بخصوص سرطان القولون؟ متى لازم اكشف؟ منو لازم يكشف؟ من اي سن؟ هل رجال او نساء ولا فقط رجال؟ لا طبعا الكشف راح يكون للرجال والنساء من بعد السن 40 سنة، فيكون عن طريق المنظار أو عن طريق فحص براز معين يشوفون إذا في نسبة كمية دم، أو بس يفضل طبعا فحص المنظار. صحيح. فهذا الكشف لا يحتصر على جنس معين أو على هذا، من بعد السن 40 نحن ننصح بالكشف المبكر. إنزين دكتورة، نتحدث الحين عن المتوسط السنوي للتكلفة العلاجية لمرضى السرطان، سواء كان سرطان الثدي أو القولون أو عنق الرحم، ممكن تعطينا فكرة لو سمحتي؟ هم السرطانات يعني طبعا علاج السرطان مكلف جدا، وهالمبادرة سوت عشان أو طلعت عشان نخفف من الأعباء اللي يكون المريض أصلا خايف، أصلا المرض هو نفسه يكون مخيف للمريض، فيفكر بعد بالأشياء الفاينانشال فيكون شوي متعب. بس المتوسط اللي يكون للتكلفة العلاجية يكون من 300,000 فما فوق، فيكون من 300,000 إلى 500,000 حسب السرطان، وطبعا حسب مراحل السرطان وإلى آخره. صحيح. أعزائي المستمعين، نحب نذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل 4-0-6-0-0-4-5-5-1-4-1-4 وعبر الرسائل النصية 4-0-0-6، وبعد موجودين لايف في انستغرام على نور دبي. دكتور محمد، المبادرة الحين مثل ما قلتوا في المرحلة الأولى، كم عدد اللي دخلوا في هالمبادرة، وكم تتوقعون بيكون عدد المستفيدين من مبادرة بسمة؟ هو حاليا في الوقت الحالي المؤمن عليهم من محدود الدخل أكثر من 2 مليون. صحيح. فإذا كان التغطية في العدد ده 150 ألف درهم للسنة، أصبح أنه يغطى بلا حدود. صحيح. فندعو الناس الاستفادة من المبادرة دي والاستفادة من الفحص المبكر. صحيح. يعني الناس مش بتذهب للفحص المبكر، العامل المؤثر في الفحص السن، أول ما أوصل لسن معين محتاج أن أنا أعمل فحوصات لأشياء معينة، زي مثلا أما يكون سكر مثلا من سن 30، الكوليسترول من سن 20، برضو السرطانات تبتدي عادة من سن 40، الفحص المبكر حسب بسمة. صحيح. وبالنسبة لسرطان عنق الرحم زي ما اتفقنا في سن 25 سنة. صحيح. دكتورة سارة، كيف قاعد تعلنون عن هالمبادرة الجميلة، مبادرة بسمة؟ كيف توصل الناس؟ كيف الناس تعرف عنكم؟ كيف ممكن يتواصلون معاكم؟ هالمعلومات المهمة اللي ممكن أكيد وايد ناس تسألها. طبعا نحن الحين في بعد ما انطلقت المبادرة، أول شيء نحن المبادرة أصلاً
أعلننا عنها على جميع شركات التأمين، فما كان فقط على المرضى نفسهم أو المؤمنين، فكان على كل الموجودين، شركات التأمين، شركات الأدوية، فعشان كذي يكون كل حد عارف بالموضوع. أما من ناحية المبادرة بسمة، في الميديا كامبينز اللي تطلع أو الدعايات الموجودة، وشيء ثاني حسب في برنامج المتكامل اللي هو 24/7 المتابعة، هذه بعد بتكون من ناحية أن تقدم ميديا من ناحية أن كيف المريض بعد اكتشافه للسرطان كيف يتحول على هذه الها ويتابعونه خلال مراحل العلاج كلها. ممتاز ممتاز. الحين عندنا مكالمة من أبو هشام. أبو هشام صباح الورد. أيوة صباح الخير. صباح النور. هلا فضل. صباح الخير للجميع، كل التقدير والاحترام للبرنامج الطيب. شكرا لك. سؤالي للدكتور والدكتورة بالنسبة لسرطان القولون، هل شو الأعراض المصاحبة لسرطان القولون إن المريض إذا لم يتم أو لم يراجع للكشف المبكر، شو الأعراض اللي هي مصاحبة لسرطان القولون أو هي بوادر تكون أعراض يعني؟ إن شاء الله. إن شاء الله. عندك سؤال ثاني أخوي؟ لا شكرا لك. شكرا لك. شكرا نهارك سعيد. دكتور محمد أو دكتور سارة من حاب يجاوب على السؤال؟ هو طبعا الأعراض سرطان القولون ساعات هي تكون كثيرة، بس منها اللي تكون شائعة اللي تكون في مشاكل في الجهاز الهضمي، يعني يكون عنده إمساك أو إسهال، وطبعا يكون مصاحب مثلا ساعات في نزول في الوزن من غير ما يكون في مثلا المريض تابع لنظام غذائي معين. الشيء الثاني مثلا ساعات يمكن يكون إذا في حالات كبيرة مثلا في انسداد في الجهاز الهضمي، أو حتى أن يكون عنده مثلا نزول دم في الخروج يعني. صحيح. طبعا هذه أعراض العامة لسرطان القولون، بس الكشف المبكر لازم نسويه جميعا بغض النظر عن وجود، لأن فكرة الكشف المبكر إن أنا أكتشف المرض قبل ظهور أي أعراض، ولا ما رح يسمونه، ما رح نسميه الكشف المبكر إذا ظهرت عندي أعراض. فلازم كنا يعني ما حد يقول أنا ما عندي أي أعراض أنا صحتي زينة معناه مرض لازم ما أسوي الفحص المبكر. لا، الفحص المبكر للجميع حسب التوصيات العالمية من الأعمار المحددة، أنا لازم أسوي الفحص المبكر عشان أكتشف قبل ما تظهر عندي هذه الأعراض. نبغى نعرف دكتور عدد المرضى المتوقع استفادتهم من هالمبادرة. هو في الوقت الحالي العدد المسجل 2 مليون اللي هم المفروض هيستفيدوا من المبادرة اللي هو في الباقة الأساسية، لكن طبعا المبادرة بتغطي كل المؤمنين في دبي وعددهم في الوقت الحالي أكتر من 4 مليون. ممتاز. فالفحص المبكر يتوقف دلوقتي إذا بصينا على البوبيليشن بيراميدز أو التوزيع السني للسكان. صحيح. فابتداء من سن 40 وفوق يبتدي الناس اللي هتستفيد من مبادرة سرطان الثدي وسرطان القولون، ومن سن 25 للسرطان العنق الرحم. ممتاز. دكتور محمد، احنا عندنا في الهيئة كثير مبادرات تعنى بالمرضى المعسرين او اللي ما يقدرون يغطون تكاليف علاجهم، فهل في تعاون بينكم بين هالمبادرات اللي موجودة اللي المكتب تحت باللاحج نعطي الف عافية، ففي هل تعاون بينكم وبينهم عشان مساعدة هالمرضى اللي لا يقدرون على مصاريف علاجهم؟ في الهيئة احنا اجتمعنا مع سالم بالنسبة للمبادرات، وقدرنا ان احنا نخفف العبء على المبادرات الإنسانية عن طريق شركات التأمين اللي هتغطي علاج السرطانات بالنسبة لسكان دبي. ممتاز. فأصبح دلوقتي جزء أو شريحة من سكان الإمارات تغطى بالتأمين الصحي اللي هو في دبي. صحيح. ممتاز. أنا عندي سؤال، بما نتكلم عن مبادرات الإنسان الموجودة في الهيئة، في عندنا في الهيئة مبادرة يمناك اللي تعنى بالموظفين المعسرين اللي لا يستطيعون على تكاليف علاجهم، فإذا كان موظف في الهيئة لا يستطيع، معسر، هو مغطى ضمن باقة تأمينية أساسية ومعسر، فهل ممكن ينشمل ضمن هالمبادرة مبادرة بسمة؟ طبعا هي المبادرة بسمة على كل المؤمنين في دبي، وكل موظفي حكومة دبي بيوصلهم هذه المبادرة، سواء كان موظف ما يقدر يتحمل التكاليف إلى موظف، كل الموظفين في دبي تابعين لهيئة الصحة بدبي سوف يقدمون لهم، أو للحكومة طبعا سوف يقدم لهم هذه المبادرة. ممتاز. وبيكون عندكم في المستقبل بعد توسع في الشراكات سواء في شركات تأمين أو شركات الأدوية لخدمة المزيد من المرضى يعني؟
طبعا هاي نحن حاليا نحن في المرحله الاولى ونحن نشوف الحين حاليا شو الفيدباك اللي راح يوصلنا من هذه الاشياء. بس الشراكات راح تكون مفتوحه واي حد حاب يشاركنا ويقدم لنا اي مساندات نحن بالعكس نتمنى ان الناس تشاركنا عشان تكون هذه المبادره فعاله. ممتاز دكتور محمد حابب تضيف شيء في النقطه؟ نفس الكلام اللي قالته الدكتوره ساره ان المبادره مفتوحه للجميع. احنا كحكومه دبي وهيئه الصحه بدبي نتعاون مع الجميع بنفس المستوى سواء كان شركات ادويه او الشركات التأمين. كلهم عندهم نفس الصلاحية ونفس الاستخدام الأدوية ونفس كل شيء. ممتاز. زين المبادرة نفسها مبادرة بسمة شو ناوي تتوسعون فيها كخدمات؟ ممكن شركاء كخدمة نفسها أو مثلا ممكن تقولون مثلا خلال سنة أو سنتين راح نضيف أمراض ثانية مثلا أو نتوسع في خدمات معينة. شو التوسع اللي أنتم حاطينه في برنامج بسمة في المستقبل؟ اللي حصل في المندت اللي بيطلع أو البوليسي اللي توزعت على شركات التأمين اللي هو بسمة لعلاج سرطان. مش ما حددنا السرطان. فالمرحلة الأولى بتشمل ثلاث أنواع من السرطان. المرحلة الثانية اللي احنا ابتدينا فيها الحمد لله رب العالمين ان احنا نبتدي نشتغل برضو على نفس المبادرة بالنسبة لسرطان الرئة لسرطانات الدم وجميع أنواع السرطان بتيجي إن شاء الله بالتدريج. ممتاز. شو الهدف من إطلاق مثل هذه المبادرة؟ هي مبادرة جدا جدا متميزة. ليش فكرتوا تطلقوا مبادرة وليش بالذات اخترتوا هل ثلاث أمراض كبداية لهذه المبادرة؟ أكيد الناس تسأل تقول في وايد أنواع من السرطانات إيش معنى قولون والعنق الرحم والثدي هي بداية برنامج بسمة؟ نحن أول شيء سرطان العنق الرحم والثدي والقولون هي من الأكثر انتشارا أنواع السرطانات، وهذا بعد ما قمنا بالأبحاث وشفنا الكانسر ريجستر اللي موجود حاليا السجلات الموجودة عن نسب السرطانات. فحسب اللي موجود أن وغير هذا أن هذه السرطانات حاليا لديها علاج، يعني ممكن إذا اكتشفت مبكرا يكون في لها علاج تام وشامل. فعشان تدي أظن وفوق هذا أضيف على هذا أن في لهم سكرينينج، يعني مش كل سرطان مش كل سرطان عنده كشف مبكر. فنحن شفنا في هذه المبادره في هذه الثلاث انواع من السرطانات خاصه ان هي اصلا من الانواع الاكثر انتشارا وفي لها علاج، فقمنا نحن باطلاق هذه المبادره حاليا. بس هذا ما راح يكتفي على هذا، نفس ما قال دكتور فرغلي راح نفتح هذا حسب الاولويات اللي موجوده والسرطانات الاخرى الموجوده. صحيح دكتور فرغلي. الجانب الإنساني في تقديم الخدمات، لو حضرتك حضرتي معانا إطلاق المبادرة والمرضى اللي كانوا موجودين كانوا مرضى حقيقيين بيحكوا معاناتهم في تكلفة أمراض السرطان، هتقدري تقيمي قد إيه المبادرة فعالة وقد إيه المبادرة فريدة من نوعها. إنك تقدري تساعدي رب أسرة صحيح أو أم أو أخت إنها تقدر تاخد علاجها كامل بدون أي تكلفة على الأسرة أو أي تكلفة على رب الأسرة، والحياة إزاي تستمر بنحية إنسانية مقدمة من هيئة الصحة. صحيح صحيح. بس احنا نذكر بموضوع حلقتنا اليوم مبادرة دبي لعلاج السرطان بسمة، فنذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي الانستغرام. سؤال من الأسئلة اللي يعني انا حط نفسي مكان المستمع اللي اكيد تي على باله مجموعه من الاسئله. مثلا لو شخص تم تشخيصه ضمن برنامج بسمه انه هو عنده سرطان وخلال مشوار العلاج تم انهاء خدماته من عمله وفقد الباقه التامينيه مالته ليس من الاسباب، هاي اشياء ممكن تستوي. بعض الشركات تقول لك هو عنده مريض وعلاج طويل وما يقدر يشتغل او غير قادر على العمل، فشو ممكن نقدم لك كمساعده في مثل هذا المسار اللي بيمشي فيه المريض؟ هو الجانب الانساني للمبادره اكيد صحيح. احنا سلطنا الضوء على الجانب الانساني لان انا عارف ان لها جانب انساني كبير جدا جدا، بس ما سلطنا عليه الضوء كفايه دكتور فرغلي خلال الحلقه عشان تجي. انا معاك، لكن شروط ان المريض يستمر في المبادره ان يكون عنده اقامه صالحه في دبي. صحيح. والاقامه صالحه في دبي عشان يسويها لازم يبقى عنده تامين في دبي. لو حقق الشرطين دول هيستمر في المبادره. صحيح.
وطبعا احنا عندنا في الهيئة بعد خدمات إنسانية كثيرة ممكن تدعم المريض طبعا خلال مثل هالمشوار خلال السرطان. طبعا احنا ندعي الجميع بالصحة والسلامة، وان مرضى السرطان اللي يسمعونا حاليا بس يعني ندعوهم ان يتحلون بالامل والروح الايجابية والبسمة هوبة الامر رب العالمين، وان شاء الله بفضل رب العالمين وبجهود هيئة الصحة وبجهودكم وجهود المرضى معانا ان شاء الله كلنا نوصل بر الامان وان شاء الله تعالجهم من السرطان ان شاء الله. الحين نبغى نتكلم عن الجهود والمهام اللي تقوم بها ادارة التمويل الصحي بشكل عام. دكتور دكتورة ايضا عندكم التمويل الصحي، نحن بنتكلم التمويل الصحي لها مهام كثيرة طبعا، بس من ناحية أن إذا بنتكلم في هذه المبادرة نحن قمنا بتدريب أكثر من 600 إلى 700 طبيب على الـ latest guidelines أو الguidelines اللي لها علاقة بالكشف المبكر وعن طريق برنامج اسمه FAST. الشيء الثاني اللي نحن قمنا فيه إن ابتكار أو إن المبادرة نفسها ارتكزت على معايير دبي للصحة والرعاية الصحية، فاللي يكون تحت برنامج دبي ستاندردز أوف كير واللي راعيه طبعا دكتور فرغلي اللي يقدر يحدثنا أكثر عن الموضوع. صحيح. فتفضل دكتور. في سنة 2015 ابتدينا مشروع، احنا اتفقنا على تسميته مؤشرات دبي للأداء أو معدلات الأداء لدبي. صحيح. واحنا عارفين ان دبي لها ستاندرد في الأداء. صحيح. بالاتفاق مع جمعية الإمارات الطبية وبالاتفاق مع السبيشاليتيز المختلفة في جمعية الإمارات بنقدر نطلع بروتوكولات العلاج، بنشاركها مع البروفايدرز كل القطاع الخاص. ممتاز. بيتم تدريب الأطباء وبيتم وضع مؤشرات أداء، بيتم التدقيق على مؤشرات الأداء، وفي نفس الوقت بنعلن النتائج على الأداء المتميز للبروفايدرز في دبي. في نفس الوقت ما تقدريش تنجحي في تحقيق المبادرة إلا لو كان الشراكة مع شركات التأمين. صحيح. شركات التأمين اللي موجودين عندهم أطباء بيدوا الموافقات على المعاملات أو يدوا الرفض للمعاملات. لو نفس البروتوكولات العلاج اللي احنا بنشاركها مع الأطباء المقدمين للخدمات بنشاركها مع الأطباء اللي موجودين في قطاع التأمين، بحيث ان كل الناس تتكلم نفس اللغة. صحيح. كل الناس فاهمين ايه اللي بيتوافق عليه وايه اللي ما بيتوافقش عليه، وفي نفس الوقت بنقدم الخدمات تبقى على مستوى عالي جدا بالنسبة للمريض. في نفس الوقت الطب المبني على البراهين يقدمه المقدمي الخدمات في دبي، وفي نفس الوقت الشركات التأمين تدفع المبالغ المستحقة الحقيقية. صحيح. يعني ما يبقاش في استخدام أكتر للتحاليل أو للفحوصات، وفي نفس الوقت بيبقى استخدام أمثل. كل ده عن طريق الإيكليم سيستم اللي هو البرنامج اللي احنا بنتابعه، بحيث ان انت تقدري تشوفي مؤشرات الاداء في اي مؤسسة موجودة في دبي او اي عيادة او اي مستشفى. ممتاز. بالمؤسسة وبالطبيب. ممتاز. احنا كان معانا يعني كان لنا حوار شيق اليوم معاكم، عندنا دقيقة تقريبا ونص قبل نهاية البرنامج، اتركها لكم اذا في نقطة يمكن ما طرقنا خلال البرنامج، نقطة حابين تخبرونها للمستمعين، فاترك لكم مايك لمدة دقيقة. نحن نقدر نقول ان الحمد لله ان بهذه المبادرة غيرنا مفهوم التأمين. نحن قبل كنا نتوقع ان التأمين هو بس فقط لما انا امرض استخدم التأمين او تغطية التأمين، اما الحين مع هذه المبادرة صار الكشف المبكر والعلاجات العلاجات مغطاة تحت التأمين. ثاني شيء ان هذه المبادرة مو فقط بس ان عشان المريض، نحن بس بالعكس نحفز ان الجميع يروح ويكشف مبكرا. تماشيا مع رؤية 2021 ان نحن نحاول مع هذه المبادرات كلها ان ينخفض نسبة السرطان في الامارة الى اقل من 25%. ممتاز. دكتور فرغلي. في الحقيقة انا ببص للجانب الانساني من المبادرة. بسمة هي اختيار اسم جميل، زي سعادة، زي اسعاد، زي عناية. صحيح. صحيح. والغرض انساني منها عظيم. دبي بتقدم مثل ما حصلش قبل كده في العالم. صحيح. وان الناس هتتعلم وتعرف
معنى المعاملة الإنسانية في الطب اللي أساسه الشفافية والإنسانية. ممتاز صحيح. نحب نشكركم ضيوفنا الكرام على تواجدكم اليوم في الاستوديو، كانت فعلا حلقة مميزة وشيقة. ودكتور محمد فرغلي مسؤول نظم التأمين الطبي في إدارة التمويل الصحي بالهيئة، شكرا لك. والدكتورة سارة الدلالة أخصائية خدمات صحية في إدارة التمويل الصحي، أشكركم تواجدكم. وفي ختام حلقتنا برنامج صحة وسعادة، برنامجكم هذا، حابين أن نشكر مخرجنا اليوم ناصر السليمي، وفي التنسيق ميرا الخفلي، وكذلك اللي شاركتني في التقديم اليوم زميلتي الدكتورة ندى الملة. ولكي نلقاكم إن شاء الله في الغد، نحب نقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.